محكمة النقد. فاكرين علي ونيس السلفي او حزب النور اللي محافظة القليبية، فاكرين في ايام برلمان الارهاب بتاع التنظيم الارهابي الاخواني، كان اتقبض عليه في وضع مش كويس، في عربية وحاجات كده على الطريق وحاجات كده، حاجات مش ظريفة يعني. كانت صدر عليه حكم تقريبا سنة ونص وطعن على الحكم. النهاردة كانت المفاجأة، هو راح سلم نفسه النهاردة لمحكمة النقض على انه هيروح بيتهم. المفاجأة محكمة النقض كانت مفاجأة، وكان زميلنا محمد عبد الله اللي انا بحييه كان موجود النهاردة في المحكمة وصور علي ونيس. محكمة امرت بالتحفظ عليه، صور علي ونيس دي لأول مرة هتشوفوها اهو داخل القفص. تحفظت النيابة او محكمة النقض، رئيس دائرة محكمة النقض النهاردة امر بالتحفظ على بحبس علي ونيس، وحدد جلسة يوم 14 الشهر ده مارس للحكم لاتهامه في القضية المعروفة اعلاميا بفعل فاضح في الطريق العام والاعتداء على احد رجال الشرطة. وتم نقل علي ونيس زي ما حضراتكم شايفين كده، عضو حزب السلفي، لمحبسه بناء على قرار محكمة النقض النهاردة. متخيلين القرار طالع من محكمة النقض؟ هو رايح، بقول لكم رايح، وفاكر انه مروح بيتهم. محكمة قالت لك ايوه خدوه يحبس لجلسة يوم 14 للحكم، حكم في القضية. ده كان بيمثل الشعب وقت حكم الارهاب. علي ونيس كان، مش هقول عليه الشيخ لانه يستحق، عيب انه نقول عليه الشيخ، عيب، انا بقول هو عيب انه يتقال عليه الشيخ، وكان بيخطف الناس والجوامع انه يرتكب هذه الافعال القاسمة. والنهاردة المحكمة بتقول محكمة تعاقب النهاردة ويتحبس، والحكم هيكون يوم 14 على علي ونيس اللي كان في ذلك الوقت نائبا اهو داخل القفص طبقا لقرار محكمة النقض. طبعا هو لا حول له ولا قوة، زي ما حضرتك شايفين ركبه سايبة لما المحكمة قالت تحفظ عليه، زي ما شايفين كده عمل ايه داخل القفص، وتم التحفظ عليه واحالته وحبسه الى حين صدور الحكم يوم 14 مارس بإذن الله. خلينا نسيب حضراتكم مع تقرير